انت لا بترد عليها على التليفون ولا رسائل الواتساب ولا معبرني. هو فيها جابر؟ اما تعالى برد عليك. هو انت شايفني مجنون؟ انا عايز اتجوز امينه بجد، وانت في مهام ابوها فجيت لك وطلبتها منك. طب بص حبيبي، امينه دي بنتي، وبنتي لما اتجوزهاش لعيل صايع زيك ده، غير ان فاطمه لو شمت خبر بس هتفرمك. ليه يا عم جابر؟ هو انا غريب؟ ما انا بقول لك اهو، ما انا صاحب غالها وفاطمه عرفاني. بصراحه يعني انا كنت متعشم يعني ترميني في حضن الاصلي. لا 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 لا، ولا بلاش السكه دي معايا يا ياسر. انت اللي بتحب امينه ولا دايف في هواها ولا زفت؟ هتصيح عليا انا؟ انت باصص لورثها اللي هيطلع من تركه امها ولا ايه؟ اخص عليك يا جابر، انت تظن فيا انا كده؟ معلش حبيبي، الا بعد الظن اسمي. انت كويس وجميل، طلع بقى الموضوع ده من دماغك بالذوق بدل ما نسولك بطريقه تانيه، ولا عايز نقلب عليك؟ ربنا يكفينا شر اهل بيتك. خلاص هقفل على الحوار. شاطر. ارتحت؟ جدع. اخبار شيرين ايه بقى؟ طلبت الطلاق من فاروق، بس لا فاروق ولا ابوها فاهمين انا عايز اطلق ليه. بصراحه يعني عندها حق، ما ينفعش فجاه كده تقول انا عايز اتطلق من غير ما يكون في مبرر قوي لطلبها. أنا عامل حسابي. ما خلاص بقى يا روقة. وبعدين يا عم أنا قلت لك طلقها. وأنت عمال تقول لي أنا روحي فيها ولو سبتها مش عارف هيحصل لي إيه والكلام اللي يا ساتر. الله يسترك، أنا مش ناقص ابني في حالي. ما تهونش عليا يا قلبي. ده أنا حتى محضر لك حتة مفاجأة هتعجبك. مفاجأة إيه؟ أهي. المفاجأة جت. أيوه. مساء الخير. تاني يا ابني، هو أنت مجنون؟ بقول لك إيه؟ اللي أنت عامل كل ده علشان هشوف عملت فيك إيه؟ ففكك بقى وخلينا ننبسط. أنا ياسر قال لي إنك متضايق ومحتاج تتبسط، فقلت أجي أسهر معاكوا شوية. طب انا نازل اجيب سجاير. تعرف انك عاجبني؟ مع كل اللي عاملاه مراتك معاك ده برضه بتحبها ومش عايز تخونها. انت ما شاء الله ياسر حكي لك كل حاجه عني بقى. ياسر ما بيخبيش عني حاجه، وبعدين انا عارفه اللي هيفكك من الجو ده كله. تشرب؟ لا انا مبطل. ما هو ياسر لسه قايل لك تبقى هي اللي عامله فيك ده كله، برضه محافظ على وعدك ليها؟ وبعدين معايا حاجه هتعجبك. ايه؟ تشرب. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.